مين ستريم عندكم الكويز الاسبوع الجاي في ميعاد السكشن. خلاص الناس بتوع كريدت ميعاد ميعاد الكويز بتاعكم هنبقى في البريك. انا بتكلم على جروب 2 صح. فين الناس بتوع كريدت؟ ارفع ايدك. كريدت فين؟ اه وانت بس كده لوحدك. بقيت العيال فين؟ وانا كده قايل لك فانت هتبلغ. خلاص رضا ماشي. يبقى خلاص يبقى مين ستريم في السكشن. خلاص الكويز دخل لحد ايه؟ لحد ما اخلص النهارده. تمام كده؟ طيب كويز انا في الكليه في معهد السكشن. طيب احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على نوعين من الستيتمنتس. خدنا يونيفرسال ماشي، قلنا عايزين نعملها مره بروف، ومره لو عايزين نعملها ديس بروف. طيب لو تفتكر، خلاص بقى مش عايز صوت. طيب بالنسبه لبروف اليونيفرسال ستيتمنت خدنا كام طريقه؟ قلنا كام طريقه؟ كام؟ اثنين. اول واحده كانت ايه؟ اسمها اكزوشن صح؟ يبقى اول طريقه اللي هي ايه؟ الاكزوشن. وتاني طريقه اللي هي الجنرال اللي انت هتستعملها في اكتر الاحوال اسمها دايركت. هي الدايركت بروف. طيب قلنا دي امتى ودي امتى؟ دي هتستعملها لو الدومين صغير ماشي، بيقول لك مثلا تشيك اليونيفرسال ستيتمنت دي على مثلا ارقام من 1 ل 10، فانت عندك 1 2 3 4 5 6 لحد 10 خلاص. فهنا ينفع اكزوشن. انما لما اقول لك مثلا تشيك اليونيفرسال ستيتمنت دي على كل الانتجرز مستحيل تعرف تعمل دي صح ولا ايه؟ فهتروح لدي. طيب ده بالنسبه للبروف ديس بروف. عندي يونيفرسال ستيتمنت عايز اعمل لها ديس بروف او ليه؟ كاونتر اكزامبل. يبقى انا محتاج هنا حاجه واحده هي الكاونتر اكزامبل. طيب بس حد في مشكله في الكلام ده؟ طيب تاني حاجه، لو كانت اليونيفرسال دي لو كانت اكزيستنشال. طيب عايزين نعمل بروف وعايزين نعمل ديس بروف. طيب بالنسبه للبروف هي اكزيستنشال محتاج ايه؟ اكزامبل واحد. يبقى هنا محتاج اكزامبل. طيب ديس بروف حوار بقى فاهم، محتاج هقول ايه؟ هكتب كده بروف ذا نيجيشن تو بي تو بي 2. خلاص ده كده ملخص السكشن اللي فات ماشي. ف لو عندك يونيفرسال هتعمل كذا، ولو عندك اكزيستنشال هتعمل كذا. صعب الكلام ده؟ تعال نخش في سكشن النهارده. طيب هنتكلم النهارده على الديفيزيبيليتي. يعني ايه؟ يعني خاصيه القسمه. خلاص انا عارف انت راجل كبير وراجل سينيور، فان انا اكلمك في اسمه شيء ايه سخيف شويه، بس يعني خليك معايا. طيب بص بص كده على الديفينيشن ده، بيقول لك لو ان ودي ار انتجرز ودي ما بتساويش زيرو. ليه؟ لان انا هقسم على دي خلاص، فدي ما تساويش كام؟ ما تساويش زيرو. طيب ان از ديفيزيبل باي دي اف اند اونلي اف في رقم اسمه كيو، سوري في رقم اسمه كي، بحيث لان بتساوي دي في الكي. بمعنى هقول ان الدي بتقسم الان لو ايه بقى؟ لو الان دي من مضاعفات ايه؟ الدي. صعب الكلام ده؟ في مشكله فيه؟ يعني الكلام ده معناه كده ان بتساوي رقم في الدي. صعب؟ طبعا ده كلام قديم وكلام سخيف ان انت ايه تعرفه. طيب فلو قلت لك مثلا 2 ديفايدز 4 كام؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط ده؟ صح طبعا. الاثنين بتقسم الاربعه لان الاربعه 2 في 2 ماشي؟ طيب لكن لو كتبت لك كده 2 دي معناها ايه؟ دي معناها 2 على 4 ليها نص خلاص؟ فرق ما بين دي وما بين دي خلاص؟ على حسب السؤال اللي جه. طيب طبعا اللي تحت ده هو الـ يعني السيمبوليك فورماليزيشن للجمله دي. دي ديفايزز ان اف اند اونلي اف ذير اكزيستس ان انتجر كي such that ان بتساوي دي كي صح؟
طيب تعالى نشوف اسئله كده بسيطه على الكلام ده. حد عايز السكين ده؟ طب خلاص. طيب ايه السؤال اللي فوق ده؟ هنا بيقول لك give reason for your answer. بيقول لك هل الثلاثة بتقسم الترم ده كله؟ ده حوار. ماشي؟ هل الثلاثة بتقسم ده كله يا شباب؟ ايه رأيك؟ بص على الترم الأخير اللي هو اللي على اليمين ده خالص. 3k plus 3 ممكن تعمل فيه؟ ممكن تاخد ايه كومنت فاكتور؟ ثلاثة. يعني الكلام ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده؟ صح؟ ممكن تاخد 3 كومن فاكتور من الكلام ده كله يفضل 3. فلو قسمت الكلام ده كله على 3 ال 3 كنسل ال 3. طيب الرقم ده كله قلنا المره اللي فاتت ان السيت اوف انتجرز كلوزد اندر ايه؟ اندر مالتيبليكيشن. يعني كل الحاجات المضروبه دي في بعض هتخلص في الاخر لايه؟ لانتجر واحد. صح كده؟ في مشكله في السؤال ده؟ صعب ولا سهل؟ طيب تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي هجي لك زيها بقى ايه في الامتحانات. طبعا مش هيجي لك سهل كده بس ايه بس يعني المبدا واحد. ده حوار بس كده. طيب بص ركز معايا. بص for all integers a و b و c خلاص. لو ال a divides ال b then A divides BC. طيب اللي انت شايفه قدامك دي اسمها ايه؟ Universal statement. صح كده؟ طيب هو بيقول لك give reason for your answer. يبقى انت مش عارف دي هي true ولا false. يبقى انت اول حاجه عايز تعرفها هل الكلام ده صح ولا غلط. طيب give reason يعني ما انت يعني لو الكلام ده صح هتعمل prove ولو غلط هتعمل disprove. طيب فانا عايز والله اتاكد ان الكلام ده صح ولا غلط. لو جالك حاجه زي كده في الكويز هتعمل ايه؟ تجرب الاول مثلا تختار ارقام A و B و C تتشك ايه الخاصيه البروبرتي دي. لو لقيتها صح غالبا الموضوع ده صح وايه وتعمل اثبات. جربت مره واثنين لقيت واحده فيهم ما ظبطتش يبقى الكلام ده ايه؟ يبقى الكلام ده فولس. طب تعالى نجرب كده. انت معاك هايبوثيسس ومعاك كونكلوجن. مين الهايبوثيسس هنا؟ ان A divides B. عايز توصل بكونكلوجن ان ايه؟ ان A divides BC. طيب فانا هنا هجرب بارقام. مثلا انا عايز افرض رقم A و B بحيث ان ال A تقسم ال B. هقول مثلا سبوز A بتساوي 2 مثلا و B بتساوي 4. الفرض ده بيحقق الايه؟ الهايبوثيسس. صح كده؟ طيب لو جبنا رقم تاني مثلا اسمه C فرضا C مثلا ب 3 اي حاجه. طيب ال B بكام؟ ب 12. صح كده؟ هتلاقي الاثنين بتقسم ل 12. ماشي؟ لو جاوبت بارقام تانيه هتلاقي الكلام ده صح. طيب يبقى احنا مبدئيا كده حاسين ان الموضوع ده ايه؟ صح. فهتكتب ايه؟ هتكتب والله الكلام ده ترو. طيب عايزين نعمل له ايه؟ اثبات دلوقتي. تيجي في الامتحان عشان الدكتوره هتحاسبك على الكلام ده بالظبط، الناس بتوع الكادر بالذات الدكتوره بتصحح الميد تيرم، فركز. طيب كتبت انها ترو. طيب تكتب بعدين الطريقه اللي انت هتثبت بيها، هنعمل بروف باي ايه؟ هتكتب كده دايركت بروف. صدقني الترم اللي فات يعني ما كتبش الاثبات وناقص، يعني ما كتبش اسم الاثبات وبتنقصه. طيب المهم يعني ايه؟ كتبت ايه؟ كتبت نوع الاثبات. طيب بعدين هقول ايه؟ انا عايز اوصل بالهايبوثيسس لكونكلوجن. فاقول في كلمه كده هكتبها الاول ايه هي؟ ايه؟ لا اسمه سامع. سبوز A وB وC مش عارف كلام كتير كده، خلاص هتكتبه. خلاص؟ ماشي. بعد ما كتبت الكلام ده يبقى انت ايه؟ ضمنت الدرجتين دول وتخش بقى على الاثبات. انت عايز تقول ما دام الايه بتقسم البي يبقى البي بتساوي رقم في الايه؟ صح كده؟ طيب بناء على كده البي في السي هتبقى كام؟ كي في الايه؟ في السي. طبعا الكلام ده بيبقى الاسم على ايه ولا لا؟ ده بيبقى الاسم على ايه؟ لان لو رسمت على ايه؟ الايه هيكنسل ايه؟ صح كده؟ تمام؟ فهمت فكرت ازاي؟ ها اي سؤال؟ حلو. يبقى طبعا هتلاقي خلاصه الكلام ده هو ايه؟ هو الرغي اللي انا كاتبه ده، يعني شوف خد يعني دي الخطوات الفعليه ده اللي انت هتكتبه. خلاص؟ بس طبعا يعني انت مش هتكتب التفصيل الممل ده يعني، بس انت اللي يهمنا مثلا الكلام اللي هو ايه؟ البروف ده دايركت بروف وتكتب الكلمه اللي في الاول ان هو ده الكلام ده، انت فاهم يعني.
ماشي؟ طيب ده نفس الفكره، نفس الكلام معاك يونيفرسال ستيتمنت، وعايزين نشوف الكلام صح ولا غلط. المره دي يا شباب عايز افرض الاي، عايز افرض الهايبوثيسس عامله ازاي، عايز افرض ثلاث ارقام A و B و C بحيث يحققوا الهايبوثيسس. هنا الهايبوثيسس او الكونديشن ان A بتقسم ال B و A وال A بتقسم ال C. يعني قول لي كده ثلاث ارقام، ها عايز ال A تقسم ال B وال A تقسم ال C، اي اللي انت عايزه. 2 و 4 هنا 6 مثلا، 6 ها. فرضت طلعت ارقام يا سيدي، وايه وتعالى نشوف الكلام ده هيحقق البروبرتي دي ولا لا. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول 2 بي ماينس 3 سي، الكلام ده يساوي 2 في بي يبقى 2 في 4 ب 8 ناقص 3 في 6 بكام؟ ب 18. الكلام ده بيساوي نيجاتيف 10. هل الاثنين بيتقسم نيجاتيف 10؟ يس صح كده؟ يبقى الكلام ده غالبا صح. تكتب دايركت بروف، سبوز A و B و C أو particular ماشي كتبته خلاص. طيب هتكتب ايه بعدين؟ عايزين بقى نمشي بقى نوصل الهايبوثيسس للكونكلوجن. يبقى هتقول والله البي بتساوي كيف الايه والسي ما دام بتبقى الاسم عليه اكتبها كام؟ اكتبها كيف ايه؟ ايه رايك؟ كام صح ولا غلط؟ ولا اختار فاريبل تاني؟ يبقى اقول مثلا اس في ايه؟ ماشي كده هتقول يبقى ساعتها 2 بي ناقص 3 سي هتساوي 2 كي في الاي ناقص 3 اس في الاي. طيب تعمل ايه في الاثنين دول؟ هتاخد الاي كومن فاكتور خلاص، يبقى انت كده متاكد ان الكلام ده يبقى الاسم عليا خلاص. ماشي فهمت؟ لو جالك سؤال تفكر ازاي، بتجرب الاول تشوف هتظبط ولا لا وتمشي في الاثبات خلاص. نعم يبقى غالبا، يبقى غالبا انت اخترت كيس بتحقق الكلام ده، وفي كيس ممكن لا. لا لازم ترجع تجيب كاونتر اكزامبل. طيب طبعا ده ايه؟ ده خلاصه الكلام اللي انا كاتبه على السبورت. اكزامبل 4. نعم. ايه ده؟ لا التجربه دي ليك انت، ليك انت، انما المحاسبه على السؤال هتبدا من هنا. فهمتني؟ انما ده ليه؟ عشان تعرف الاجابه دي. طيب السؤال ده يا شباب اللي على السبورة قدامك بيقول لك لو الـ A والـ B والـ C نفس الكلام، عندي ثلاث أرقام أهو قشطة كده دول يا معلم، تعالى نشوف إيه هنوصل ليه. طيب عايزين ثلاث أرقام بحيث الـ A تقسم الـ A إذا فاكتور أوف C، فاكتور أوف C معناها إيه؟ هي معناها إن الـ C بتقسم الـ A، نفس الكلام نفس المعنى خلاص؟ يعني انا عايز رقم بحيث ان الـ A تقسم الـ C ماشي، يعني اختار مثلا الـ A مثلا ب 2 والـ C ب 3. في اي كونديشن على الـ B قاله لك؟ ما قالش. يعني لو اخترت مثلا الـ B دي انها مثلا ب 100 في مشكله؟ لا. طب تعالى نشوف الكونكلوجن. المفروض ان الكونكلوجن ان A ان الـ A في الـ B بتقسم الـ C. هل 2 في 100 بتقسم 3؟ لا. سوري فاكتور سي، يعني دي المفروض 6 مثلا صح كده؟ الايه فاكتور سي يعني مثلا الاثنين فاكتور من 6 خلاص؟ طيب بالمنطق ده هل الاثنين في 100 200 بتقسم 6؟ لا. يبقى الكلام ده ايه؟ فولس. وساعتها الكلام اللي انا كاتبه ده كافي ان انا انفي بيه اليونيفرسال ستيتمنت دي، ويبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ كاونت اكزامبل. ماشي؟ طيب يعني تفكيرك بتفرض حاجات تحقق الهايبوثيسس وتشوف هتوصل للكونكلوجن ولا لا. طيب اللي بعدها دي طبعا مش شرط الارقام دي، انا الارقام دي خد بالك غير الارقام دي، كل واحد ممكن يجيب كاونت اكزامبل بمزاجه صح؟ طيب ايه؟ زي ما انت شايف كده بس كاونت اكزامبل وكذا بس خلاص؟ طيب فكر كده قول لي دي تي ولا فولس، جاوب انت كده بايدك وشوف هتعرف الاجابه ولا لا. انا عايز الـ A تقسم مجموعة رقمين ايه مثلا؟ يعني ممكن اقول مثلا الـ A باتنين مثلا والـ B بتلاتة والـ C بواحد صح كده؟ الـ B بتقسم سوري الـ A بتقسم 3 زائد 1 ب 4. طيب لكن لا الـ A
صح كده؟ لا الاي بتقسم البي ولا الاي بتقسم السي صح كده؟ يبقى كلام تو ولا فولس؟ فولس اه. كونت اكزامبل كفايه. صعب الكلام ده؟ ها في مشكله؟ طيب نخش بعدها على اليونيك فاكتورايزيشن ثيوري. مستمع اي رقم بيقسم لواحد الخمسة مثلا بتقسم لواحد ايه رايك؟ الواحد بيقسم لخمسة انا شايف وقعت البتاع بتاعك. طيب بص ركز بس في النظريه اللي قدامك دي هي بسيطه بس عليها تطبيق اللي هو السؤال الجاي. بص بقول لك فور اول انتجرز ان اكبر من كام؟ من واحد يبقى بيتكلم من كام؟ بنتكلم بدايه من اثنين. طيب there exists مش عارف ايه such that يعني اي رقم اكبر من الواحد انتجر ممكن اكتبه في الصوره دي. شويه برايمز مضمومين في بعض وكل برايم من دول واخد باور، باور ايه؟ باور موجب خلاص؟ طيب ماشي خد بالك ان الكلام ده يونيك يعني ايه؟ يعني كل رقم ليه ترتيبه معينه خلاص؟ ملوش كذا ترتيب فاهم حاجه؟ يعني مثلا رقم زي ال 100 ممكن اكتبه بالنظريه دي ازاي؟ عايز اكتب ال 100 دي انها عباره عن كذا برايم في بعض. طيب ال 100 كام في كام يا جماعه؟ ها؟ اول حاجه مثلا 50 في 2 صح ولا ايه؟ ماشي؟ الاثنين برايم ولكن ال 50 مش برايم. فك ال 50 25 في 2. الاثنين مع الاثنين وال 25 تبقى 5 سكويرز. خلاص؟ هو ده اليونيك فاكتورايزيشن ثيرم لل 100. خلاص؟ انا وانت هنوصل نفس الطريقه. لو انت حتى فكيت ال 100 دي بطريقه مختلفه يعني. بس هي مالهاش الفكره دي. طيب اللي بعدها 236 نفس الفكره. ممكن تقول لنا كام في كام؟ ممكن تقول لنا مثلا 2 في 118، ال 118 ادينا 2 في حاجه. ال 59 دي برايم والاثنين دي برايم. خلاص؟ هو ده ايه؟ هو ده الفاكتورايزيشن ثيرم لل 236. خلاص؟ بس طبعا ده مجرد شرح للنظريه مش هيجي لك سؤال على اجيب الهيافه دي يعني. طيب السؤال ممكن يقول لك على حاجه زي كده. بص انا زهقت. طيب بص بيقول لك عندنا ايكويشن كده عشرة اكس بتساوي تسعة واي خلاص وبيقول لك الاكس والواي دول مالهم يا شباب انتجرز خلاص. طيب هل بيقول لك هل لازم الواي تبقى الاسم على 10؟ ده سؤاله. لازم ولا مش لازم؟ فكر كده. طيب بص بالنظريه اللي انا قلت لك من شويه. انت عارف ان كل رقم ليه يونيك فاكتورايزيشن ثيرم، صح كده؟ ال 10 دي بتاعت الاكس دي كام في كام؟ 5 في 2 صح؟ يبقى 2 في 5. 9 صح الكلام ده؟ طيب عشان الايكويشن دي تتحقق الاثنين والخمسه ما هياش جوه التسعه صح ولا ايه؟ يبقى عشان الايكويشن دي تتحقق الاثنين والخمسه لازم يكونوا جوه مين؟ جوه الواي خلاص؟ فدي صح ماشي؟ طب بالتالي مش ممكن اقول لك 9 ديفايدز اكس ايه رايك؟ ليه؟ نفس الكلام التلاتة والتلاتة مش جوه الاثنين ولا خمسه يبقى لازم يكونوا جوه ايه؟ جوه الاكس خلاص؟ طيب فهمت اثبت الكلام ده ازاي؟ تاني انا متاكد ان ال 10 دي الفاكتورايزيشن بتاعها هو 2 في 5 صح كده؟ وال 9 دي 3 في 3 ال 2 وال 5 لا هي جوه ال 3 ولا جوه ايه؟ ال 3 دي صح كده؟ يبقى عشان الايكويشن دي تتحقق لازم ال 2 وال 5 يكونوا جوه مين؟ جوه الواي فهمتني؟ فبالتالي الواي دي بتساوي 10 في حاجه فبالتالي 10 ديفايدز واي ماشي؟ بنفس الكلام ال 3 و 3 دي بتاعت التسعة مش في ال 10 فلازم يكونوا جوه الاكس يبقى الاكس دي بكام؟ 9 في حاجة فهمت كده؟ واضحة؟ ماشي ده طبعا فايدة النظرية اللي قلت لك عليها من شوية صح الكلام ده؟ طيب نخش على بعدين الكوشنت اند ريميندر ثيرم
بص يا باشا ركز معايا ثانيه واحده. طيب الناس معاها كالكوليترز؟ مع مين معاك؟ اللي معاك كالكوليتر يعني خليها معاك عشان هتعمل بيها شويه حاجات كده. طيب بص ركز معايا. اي رقم صحيح اللي هو الانتجر ممكن اكتبه في الصوره دي. دي في كيو بلس ار. يعني لو انا مدي لك رقم اسمه ان مثلا بايه؟ مثلا ب 30 ومدي لك رقم ثاني اسمه دي ب 4 وقلت لك اقسم لي 30 على 4 خلاص؟ هيفضل لك ايه؟ هيجي لك حاجتين. هيجي لك حاصل اسمه كيو وهيجي لك باقي اسمه ايه؟ اسمه ار او ريمندر خلاص؟ اسمه كوشنت وريمندر خلاص؟ طيب فمثلا معاك مساله زي دي 30 و4 عايز اعرف لما اقسم الكلام ده على 4 الكوشنت بكام والريمندر بكام؟ رجعنا اولى ابتدائي خلاص؟ واحده بص بالنسبه للكوشنت هو لما تقسم ال 30 على 4 يطلع لك كام ديسيمال؟ لا انا عايز لا انا مش عايز لا انا عايز رقم اقسم 30 على 4 الكالكوليتور يطلع كام؟ 7.5 صح كده؟ طيب 7.5 طيب بص الكوشنت عموما هو الفلور للرقم ده اللي هو كام؟ زي ما زميلك قال كده 7. انا ليه بقول لك الفلور؟ لان ممكن يكون الرقم ده نيجاتيف فاهمني؟ ماشي. يبقى عموما الكوشنت لما تقسم الرقمين دول على بعض خد الفلور هيطلع دايما هو ده الكوشنت خلاص. طيب عايز اعرف الريمندر بكام. هات بقى كده الكالكوليتور بتاعتك كده. بص بص ايه لسه جاي هات كده الكالكوليتور اي حاجه. لما قلت 30 على 4 خلاص جات لك ايه؟ 15 على 2. بص قلت شيفت اس دي جات لك كده ايه؟ 7 وبعدين ايه؟ نص. انا هي كتبت لك ازاي؟ كتبت لك كده. اتكتبت لك 30 على 4 بتساوي 7.5 صح؟ او بتساوي 7 و2 على 4 صح ولا ايه؟ معنى ايه؟ ده معناه ايه؟ معناها ان في والله خارج اسمه 7 وفي باقي اسمه 2 ما اتقسمش على 4 خلاص؟ يبقى ده مين؟ هو ده ريميندر صح؟ طب عايز نتاكد ان الكلام ده صح. قول كده عايزين نكتبها بالطريقه دي. هنقول والله ال 30 بتساوي الدي في 7 زائد 2. الكلام ده صح ولا غلط؟ مظبوط ماشي ولا ايه؟ الكلام صح؟ طيب يعني مثلا طبعا انا جاي بس السلايد دي عشان انا بشرحها لك بايدي. طيب تعرف تقول الكلام ده بكام؟ الريمندر بكام والكوشن بكام؟ بنفس الفكره كده على السريع. قول على السريع كوشن بكام؟ بثلاثة وريمندر بواحد عشان الرقم سهل بس وصغير خلاص؟ طيب في مشكلة في ده؟ طيب لو رقم نيجاتيف بقى تعالى نشوف المسألة دي. بص حالة البوزيتيف سهلة ما اعتقدش ان حد فيكم يعني هيحصلوا فيها مشكلة. طيب تعالى بقى نشوف النيجاتيف. لو الان بتساوي نيجاتيف 45 والدي بتساوي 11. طيب اقسم كده بالكالكوليتور نيجاتيف 45 على 11 بكام؟ كام الرقم ده بالظبط؟ كام؟ 4 كام؟ 4 1 على 11 سالب 4 1 على 11 سالب 4 1 على 11؟ 1 على 11. طيب لو خدت الكلام ده فلور يبقى الكوشنت بكام؟ لما اقرب من نيجاتيف 4 للرقم الصغير يبقى كام؟ لا سالب 5 صح كده؟ ده كده فراكشن. لما اقربه للرقم الصغير الانتجر بتاعه يبقى كام؟ سالب 5 صح كده؟ يبقى الكوشنت بسالب 5. طيب نيجي للريمندر بقى. بص الريمندر انا قبل ما احسب اللي هو الار سمول ده انا هحسب حاجه اسمها ار كابيتال. ما تتلخبطش بس معايا ثانيه واحده. هحسب ار كابيتال. ار كابيتال دي هي الريمندر من المودلس 45. الريمندر من 45 على 11 بكام؟ زي ما اللي انت كاتبه ده الريمندر بتاعه كام؟ بالمودلس 1 صح كده؟ طيب لو الرقم ده نيجاتيف هتقول الريمندر بيساوي الدي ماينس الار كابيتال دي يبقى 11 ناقص 1 بكام؟ ب 10. عايز اتاكد ان الكلام ده صح قول والله كده نيجاتيف 45 بتساوي طيب ايه اللي حصل؟ 11 في نيجاتيف 5 زي كام؟ زائد 10. نيجاتيف 5 في 11 بكام؟ نيجاتيف 55 زائد 10 نيجاتيف 45. جمعت؟
كم واحد تايه؟ فاين. ماشي ماشي. طيب بص ركز بس معايا ثانيه واحده كده تاني. طيب في حاله النيجاتيف هتحسب اول حاجه ريميندر كان الرقم ده 45 مش ايه؟ مش نيجاتيف 45 خلاص؟ بعد ما تحسب الريميندر ده اللي هو بالمودلس هيبقى الريميندر اللي انت عايزه هو الدي ماينس الار. يعني تعالى ناخد رقم ثاني. لو بنتكلم مثلا على نيجاتيف 37 والدي مثلا خليها مثلا ب 11 برضه اي حاجه. ماشي؟ الكيوب كام؟ قول لي كده. كام الكيوب في الحاله دي؟ سالب 3 بس سالب 3؟ سالب 3 4 سالب 3 و4 ل 11. لا الرقم ده طلع كده سالب 3 و4 ل 11. طيب ده كده حصل الاسم في الكلام. طيب يبقى الكيوب كام؟ 4 ده الصغير بسالب 4. طيب الار بكام بقى؟ بص الار كابيتال بكام؟ ب 4 صح كده؟ يبقى الار سمول بكام؟ 11 ناقص 4 يبقى 7. فهمتوا؟ ما المودلز دي انا ما هو ده بص ما انا كده اعتبرت ان الكلام ده هو يعني الار كابيتال دي مش لازم كده صح؟ مش كده زي ما انت عايز انا بس بقول لك جت منين يعني خلاص؟ طيب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب ده طبعا الاجابه اللي احنا كلمناها من شويه. طيب المود والديف. طيب بص هنا مش هقول حاجه جديده. بص انا قلت خلاص فاضل لي بالظبط حوالي ربع ساعه ركز معايا. بص لما اقول لك ان ديف دي كده انا بسالك في المعادله دي على ايه؟ على الكوشنت. فاهم حاجه؟ ولما اقول لك ان مود دي كده انا بسالك على الريميندر. ماشي؟ يعني لما اقول لك نيجاتيف 45 ديف 11 تقول لي كام؟ نيجاتيف 5. لما اقول لك نيجاتيف 45 مود 11 تقول لي كام؟ تقول لي 10. فهمت كده؟ صعب الكلام ده؟ طيب حته بس المود والديف دي فيها بس حته بس تركيه كده عايز افهمها لك اللي هي البوكس اللي بالاحمر ده. بص لو كتب لك في الامتحان حاجه زي كده انت عايز تعرف معناها ايه؟ مود ان مثلا. طيب خليها على جنب كده عشان الناس بتفكر انها مضروبه في بعض. لا طيب في مشكلة في المود والديف الأول قبل ما أخش على الحتة دي؟ طيب بص دي معناها إيه؟ إيه؟ الثلاث شهور دول اسمهم بيتنطوا إزاي؟ إيكويفلنت بقول إيه؟ إيكويفلنت لـ V إنسايد مود إن. معنى الكلام ده إيه؟ بص الساعة اللي أنت لابسها في إيدك دي ماشي؟ فيها كام نظام للتوقيت؟ بيسألك كده يقول لك في 12 في نظام 12 ساعة وفي نظام 24 ساعة، صح كده ولا إيه؟ طيب ممكن أقول لك في نظام 12 ساعة في مود 12. مود 12 معناه ايه؟ كل 12 ساعة الساعة بتعيد من الأول، صح ولا ايه؟ يعني بعد 12 بترجع 1 2 3، بعد 12 تقول 1 2 3، مفيش 13. طيب جوه مود 12 هتقول إن الساعة واحدة ايكوفلنت لكام؟ صح كده؟ طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لما يكتب لك بالطريقة دي معناها إن بي ماينس A بيساوي مالتيبل اوف 12 او كي اللي هو اي ان كي ان خلاص. ده ترجمه الجمله دي. طيب عايز تتاكد تاني ممكن تقول مثلا الساعه 10 ايكويفالنت للساعه 22 جوه مود 12 صح؟ 22 ناقص 10 ب 12، 12 هي مالتيبل اوف 12 طبعا لما يبقى كي 1 صح كده؟ فهمت كده؟ يعني الجمله دي بتترجم ايه؟ للديفينيشن ده عشان لو ايه لو جالك سؤال. الواحد هتتكلم اللي هي العشرة خلاص. طيب مش فارقه يعني الاثنين من بعض هو هيستلم مالتيبل. طيب
طيب السؤال ده بكام على طول كده جاوبه انت؟ 35 ديفيد 2 و 35 مود 2 على السريع. ده بكام؟ 14. بص انا هو الكلام ده سهل بعيده معاك لان الكلام ده سهل فحرام تغلط فيه في الامتحان. خلاص؟ يبقى ده 17 والايه؟ والميد ده المفروض يبقى كام؟ يبقى 1. طب لو الرقم ده كان نيجاتيف؟ راجع نفسك كده. يبقى المفروض يكون نيجاتيف 6 و 3. ماشي؟ في مشكلة في الكلام ده قبل نخش على حاجة؟ لا لو جالك انت حتى بس عارف معناها ايه بس مش عايز اسمعك حاجة. الايه؟ الان والدي المفروض يبقى بوزيتيف. لا الان عادي اي رقم الدي هي لازم تكون بوزيتيف. انا جايب الكلام ده المحاضرة بص كده. ايوه كده ديفينشن given an integer n و positive integer d كده في المحاضرة. ال n عادي ممكن اي حاجة ما المود هو بيسأل على الكوشنت مش فاهم. طيب اخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة البروف باي كيسز ودي اخر حاجة هتخش معانا في الكويز ومعانا بقول لك كده الناس هقول لك ايه جاي في الكويز. ركز معايا بقى خلاص انا فاضل لي ربع ساعة استحملني. بص شايف انت كده ال السلك نفسه. طيب ركز معايا بص هستعمله في حالتين ان الدومين زي ما قلت لك يكون فاينايت ارقام ممكن اعوض بيها خلاص واخلص من السؤال. الكيس الثانية ان البروف نفسه صعب فانا ممكن اقسمه لكذا حتة كل حته من دول از مور مانجبل صح كده؟ ولو كل حته من دول وصلت لي نفس الكونكلوجن يبقى الجمله دي كلها ايه؟ كلها صح. خلاص؟ فهتلاقي الديفينيشن بتاعه كده. The idea behind the proving is ايه؟ We break the proof into smaller, more manageable conditions and prove that the overall claim holds for every case. ماشي؟ واضح المعنى عامل ايه؟ طيب المفروض احنا نحل كام سؤال كده، بس انا قبل ما احل السؤال ده عايز افكر كده معاك. هو انت اصلا ايه الكيسز اللي ممكن تفضل السؤال؟ طيب يعني هكتب لك كده سكيم كده مش هتلاقي عندك في التابع ركز معايا. هكتب كده ايه؟ كيسز. طيب انا عايز في السؤال حاولت انا امتى طبعا بلجا للكلام ده؟ الطبيعي ان انا بفكر في اي يونيفرسال ستيتمنت بفكر في دايركت بروف. طيب عطلت. ففي حل تاني؟ بتاع ده. ماشي في السكشن الجاي حاجات تانية اللي هي ايه؟ اللي هي الان دايركت اللي هي الكونتربوزيشن والكونتردكشن. طيب بس يعني مش داخلين معانا في الكويز. طيب يبقى الكيسز اول حاجة انا عندي كام حاجة؟ هما أربعة. طيب أول حاجة إن الكيسز ممكن ما هو نيجاتيف يبقى هنا ممكن مثلا ممكن تقول نيجاتيف بوزيتيف مش بس كده في إيه كمان؟ زيرو. تمام؟ طيب الكيس الأخيرة دي اتقل عليها شوية. ماشي؟ حد يعرف ايه؟ لا ما تعملش حاجة. بص بص قبل بس ما احل السؤال ده انا هكتب لك بس سؤال كان اتاخد في المحاضرة، سؤال مهم جدا. هكتبه لك بس عشان انا فاكره لو انا فاكره صح يعني، والناس تصحح لي لو انا مش فاكر. طيب بيقول لك اني سكوير قد كان بي ريتن از ان بتساوي 8 ام بلس 1. طيب ركز بس معايا ثانيه واحده. الكلام ده لو انت فهمت اللي انا هعمله في السؤال ده هتعرف تحل اي سؤال. طيب بص انا عايز اقول ان اي قد بيساوي كام يا جماعه؟ 8 ام بلس 1. ماشي؟ طيب
لو انت مثلا حطيت الام بواحد مثلا هيطلع لك كام؟ 8 في 1 بوصون 9، حطيت الام ب 2 8 في 2 16 زائد 1 17، هتلاقي دايما الكلام ده ايه؟ دايما صح، كل ما بتحط الام بارقام هيطلع لك ارقام اودز، فغالبا الايه؟ الكلام ده الكليم ده صح. طيب بس انا عايز اثبت الكلام ده، يعني عايز امسك الهايبوثيسس ان يكون عندي رقم سكوير سوري رقم اود اعمل له سكوير اوصل لايه؟ للكونكلوجن ده، صح كده؟ طيب انت ما عندكش غير حاجه واحده، انت هتبدا اول حاجه تقول ايه؟ دايركت بروف. طيب تكتب ايه بعدين؟ سبوز سبوز ان 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 از ايه؟ ماشي؟ ماشي. طيب هتقول والله ان الان ده بيساوي ما دام هو اود بيساوي 2 كي بلس 1. صح كده؟ طيب احنا عايزين نقول سكوير، فهنقول ان ان سكويرد بيساوي 4 كي سكويرد بلس 4 كي بلس 1. صح؟ لو خدت الاربعه دي من هنا كومن فاكتور الكلام ده هيساوي 4 في رقم زائد 1. صح الكلام ده؟ ان بتساوي 8 ايه بلس 1؟ لا ان ان لا اي او رقم اود في الاخر هيبقى ده هو ان سكوير ولا ان؟ بتهيألي ان صعب بتهيألي ان سكوير لان رقم اود اعتقد كده يعني انا بقول لك راجع السؤال بس في المحاضره بتهيألي ان هو ان سكوير 8 ان بلس 1. طيب طيب دلوقتي لو انت خدت بالك اللي في الاخر ده طلع لي ايه؟ هل طلع لي 8 8 كي بلس 1؟ طلع لي ايه؟ 4. هل ال 4 ممكن تبقى 8؟ ازاي؟ اقول ان افترض ان الكي دي بتساوي 2 او 2 بس. الكي بتساوي كام؟ 2 او 2 بس. ما انت كده بس انت كده حددت ان الكي لازم تكون ايفن. مش شرط. اوكي؟ فهمت؟ ادي عملت كده يبقى انت ايه؟ هتوصل هنا وتديك بقى السؤال غلط. فهمت القصه ازاي؟ لازم في فرضك تكون جنرالايزد. فاهمني؟ طيب. ف يبقى انت مبدئيا كده بتفكر ازاي يا شباب؟ عملت مشيت عادي خالص دايركت بروف بس ما وصلتش بتحصل خلاص يبقى انت ايه انا مشيت وما وصلتش فاكيد في طريقه ثانيه معايا لحد دلوقتي انا ماشي معاك واحده واحده. طيب بص كده على الشكل ده بيفكرك بمين؟ نظريه لسه كاتبها من شويه اسمها ايه؟ كوشنت كوشنت ريميندر ثيرم صح كده؟ شبهها شويه صح ولا ايه؟ طيب لو اعتبرت ان هي ان اهي ودي مثلا باثنين خلاص؟ الفكره لما عملت الرقم ده سكوير اداني ايه؟ 4. طيب لو انا غيرت لو انا افترضت الان ده فرض تاني حطيته مثلا ب 3 كي لو عملت ال 3 دي سكوير هتديني 8؟ لا برضه صح؟ طب تفكر في كام بعد ال 3؟ 4. يعني مثلا ممكن بدل ما اكتب الفرض بتاع الاود ده اكتب مثلا الان بتساوي 4 كي مثلا. طيب هل ده الحل الوحيده؟ يعني لو عايز اكتب رقم بدلاله الكوشنت اند ريميندر ثيرم اي رقم عموما هيساوي 4 كي او 4 كي بلس 1 او 4 يعني المفروض اكتب اور اور 4 كي بلس 2 اور 4 كي بلس 3 دي كده كل الكومبينيشن اللي ممكن تحصل لما انا اقسم الرقم على الاربعه صح كده ولا ايه؟ لو قسمت اي رقم على الاربعه يا اما ما فيش ريميندر يا اما ريميندر 1 يا اما 2 يا اما 3 ينفع ريميندر باربعه؟ لا هترجع لكيس 1 تاني صح كده؟ طيب ساعتها بقى لما انت المفروض بس اعمل اليمينيشن لشويه كيسز. طيب انا كده قلت لان بالاربع حالات دول بس انا في الحقيقه انا انترستد في لان مين؟ الاود ده اود؟ لا شكرا ليه؟ لان اربعه في حاجه. طيب ده اود؟ لا شكرا مش عايزك. طيب فاضل لك ان الان هي اود ممكن يتعمل لها ريبريزنتيشن بالحالتين دول. فهمت كده؟ طيب يبقى الكلام ده لو عايز اعمله سكوير هيديك ايه؟ انا عايز بقول دلوقتي ان سكوير يبقى ان سكوير بتساوي 4 سكوير يبقى 16 كي سكويرد بلس 4 في 2 8 كي بلس 1 لو خدت هنا 8 كومن فاكتور هتوصل للشكل ده تمام كده؟ طب نيجي على ده نقول هنا ان سكويرد بيساوي 16 برضه كي سكويرد بلس 4 في 3 ب 8 4 في 3 ب 12 يبقى 24 سوري 24 كي بلس كام؟ 9 التسعه دي تفكها لكام وكام؟ 8 بلس 1 صح كده؟ يبقى هتفك التسعه دي الى 8 بلس 1 وكل الكلام ده تاخد مين كومن فاكتور؟ 8 خلاص هتوصل في الاخر للكونكلوجن دي بس كل فكره السؤال ده انا اخترت الكيسز على اساس ايه؟ بدور اللي انا عايزه ايفن اود هنا ما تنفعش يعني الكيسز هنا هو ما ادالكش كيسز ايفن اود ما تنفعش ليه؟ لان هو اصلا اجبرك على الاود
فما فيش هنا كيسز خلاص. بوزيتيف ونيجاتيف ما كانتش هتعمل لك حاجه ماشي. يبقى الكيس الاخير اللي انا المفروض اكتبها في البوكس ده هي ايه؟ كوشنت اند ميدا فيم. حلو الكلام؟ آه نعم. على مسامعك. تكتب له لا عادي بمزاجك عادي. انت قلت باي كوشنت اند مين ذا ثيرم سبوزنج ان بتساوي 4 كي او كذا كذا كذا. ما حدش يعرف ولا حاجه. طيب طب انا لو عايز اقول ان مثلا بتساوي 5 كي اكتب ايه؟ 5 كي او 5 كي بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 ماشي. انا بس بعلمك ازاي تفوت كيس. طيب تعالى بقى كل ده تمهيد لبقى السؤال اللي انا عايز اقولهم لك. بس انا طبعا جبت لك حاجه جنرال عشان اعرفك بس ايه انا بروح للكيس ازاي لو مش مديني حاجه بفكر ازاي. طيب السؤال اللي قدامك ده بص امسح ده يا جماعه امسح. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الاكس اكبر من واحد او اكس اقل من نيجاتيف 1 فالمودلس اوف اكس اكبر من واحد. فاضل السؤال ده والسؤال اللي بعده، فاضل لي 10 دقايق وخلاص، انا خلاص هرد خالص. طيب هنا لو انت فكرت تمشي على طول برضه مش هتسلك. هتفكر في الكيسز، الكيسز عندك واضحه وصريحه، ايه هم الكيسز؟ سمعني. كيس 1 هتقول اكس اكبر من واحد. كيس 2 اكس اقل من كام؟ من نيجاتيف 1. طيب قبل بس ما اخش على الكيسز انت عارف ان مودلس اكس بتتفك ازاي؟ ايه فكه المودلس؟ فكرني. اكس ونيجاتيف اكس امتى؟ لو الاكس جريتر ذان او ايكوال زيرو وهنا اكس اقل من زيرو. صح الكلام ده؟ مفهومه؟ طيب نيجي على الكيس الاولاني. لو الاكس اكبر من واحد مودلس اكس هيساوي كام؟ اكس ولا نيجاتيف اكس؟ اكس ماشي. طيب ما دام اكس اكبر من واحد يبقى ساعتها مودلس اكس اكبر من واحد. واضحه؟ ادي اهو ايه؟ ادي كده اول حته ماشي. طيب ثاني حته لو الاكس اقل من نيجاتيف 1 مودلس اكس يساوي كام؟ نيجاتيف اكس. طيب انا عايز اخلق هنا اخلي دي نيجاتيف اكس اعمل ايه؟ اضرب في نيجاتيف يمين وشمال ف اكس تبقى نيجاتيف اكس والاكبر تبقى اصغر كده ودي تبقى 1. طب اشيل نيجاتيف اكس واخليها ايه؟ مودلس اكس. يبقى مودلس اكس اكبر من 1. الكيس دي طلعت لي ريزلت والكيس دي طلعت لي ريزلت الاثنين نفس الريزلت. يبقى ايه؟ يبقى الكلام ده صح باي بروفنج باي كيسز. تمام؟ طيب صح الكلام ده؟ طيب طبعا هتلاقي الكلام ده عندك هنا مكتوب يعني. اخر سؤال طيب بص يا باشا ان هنا انتجر خلاص كده ان سكويرد اكبر من ان هو بيقول لك كده ايه الهايبوثيسس ان ان ايه انتجر بس خلاص يبقى الكونكلوجن ان ان سكويرد لازم تكون اكبر من ايه؟ اكبر من ان. طيب هل هنا بديك الكيسز؟ لا. طيب ايفن اود تنفع معاك؟ بص كده هتفيدك بحاجه؟ مش هتفيدك قوي يعني. طيب ايه اللي ينفع هنا؟ اللي بعدها؟ النيجاتيف والبوزيتيف صح. طيب يبقى هنا اقول ثلاثه كيسز، هقول هنا كيس 1 كيس 2 كيس 3. كيس السهل اول حاجه ان انا اقول مثلا ان ال دي زيرو والله. طيب خش على الكونكلوجن ان سكويرد بزيرو اكبر من او يساوي زيرو. الكلام صح ولا غلط؟ واضح او تريفيال. طيب كيس 2 لو ال ان اكبر من زيرو يعني رقم بوزيتيف. لو انا بتكلم على انتجرز مش ده يعني بالنسبه لك ان ال ان اكبر من او تساوي واحد؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ طيب ايه رايك لو الطرفين دول ضربتهم في ان ولان كده كده اكبر من الزيرو فاتجاه الانيكواليتي مش هيتغير. يبقى كام؟
يبقى ان سكويرد اكبر من ان، مش هو ده المطلوب؟ تمام صح ولا ايه؟ ماشي كام صح كويس اوكي. طيب كيس 3 لو الان اقل من زيرو، طيب عشان الان انتجر هقول ان اقل من كام؟ كام؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 صح كده؟ طيب انت عندك هنا الان نيجاتيف صح كده؟ بمعنى الكلام ده كده ان الان نيجاتيف. طيب وان سكويرد مالها؟ بوزيتيف. طيب مش ده يعني لك بالتاكيد ان ان سكويرد لازم تكون اكبر من او يساوي ان؟ صح ولا ايه؟ خلاص ولا ايه؟ بس خلاص ادي كيس 1 كيس 2 كيس 3 الثلاثه بيطلعوا نفس الحاجه، يبقى انت كده عملت الاثبات. خلاص تاني امتى تروح للكلام ده؟ لو انت ما ينفعش معاك الكلام ده دايركت. خلاص نعم هتقول يعني بس عشان الدكتور هتكتب الاول، هتكتب بروفينج باي كيسز وعند كل كيس سبوزنج ان از اربيتري تشوزن باي شارك. خلاص هتكتب كل الكلام ده تاني كات.